هجم مع نيمار، الحكم يعطي الإشارة. نيمار 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 الرابع كما كان متوقع، الرابع يصعد الأنصار ويصعد كذلك كافاني في أمسية الاستمتاع. الكل فعلا يشيد ويستمتع بهذه السيمفونية الأكثر من رائعة، سيمفونية باريسية هنا بمسرح الباك دي برانس. وقائد السيمفونية مهندس السيمفونية هو البرازيلي نيمار، بالهدوء اللازم وبالتركيز اللازم حتى في الجهة